السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد. درسنا اليوم إن شاء الله عن حكاية زخرفة رقم 14، كمان الشكل العقدي المتداخل، طبعا شكل جميل وحلو. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ملف جديد كالعادة، كمان كمان مقاس العقدة، حطها بالأسفل طبعا، خط مستقيم، خط مستقيم، نرسم القوس أو الكروس سيلكشن، خلينا الارتفاع 12، ممكن جميل 12 أو ممكن نساوي 10 كمان، تفرق. نبدأ تريل سويب، الخط الثاني سيكند كروس سيلكشن، خلينا نقول صفحة ملف جديد، سكيل ميرج هاي الجوريثم، شكرا. طبعا نعطيها جمالية، إذا حبينا بطريق سكالبينج، طريق الأمر كيرف، نقول سموث سموث ما في مشكلة، من ريدياس طانخني على الكيرف، سترونج خلينا نخفف شوي، سموث نعطينا عمق أكثر، 1 2 نقول 3، عشان يطلع الشكل جميل إن شاء الله. بعدها كوب كتر، ريليف كوب كتر، طبعا صار الشكل معنا حر، ناخده مع الخط، نسحب على المنتصف، ناخذ الخط الثاني، تمام تمام خطين ناخذهم مرة ثانية كمان، بعدها بعدها ناخذ خط حبة كمان، نساويها نقلبها عمودية 90، شكل ثاني حبتين، أربع حبات، حبتين وضروريات، ناخذ نفسهم
شكرا. بعدها نبدأ بنفس العملية. كمان خط حبة وحبة. حبة حبة كمان. شكرا. نفس الشيء. كمان نفس الشيء. شوف ناخذهم كلهم. عن طريق ترانسفورم هي السبب. على كل حال ما في مشكلة. فاست نرجع لكم بعد المعالجة. رجعنا لكم. طبعا في اشياء زيرو ريسيت. في خطوط ما لازمة. ديليت. شكلنا صار بهذا الشكل جميل وبسيط ومنتظم. طبعا ريليف، عفوا السموث، سموث ريليف. خليني اعطيه درجتين. شكلنا صار جميل. زيرو ريسيت. شكلنا صار بهذا الشكل جميل وحلو ومنتظم. تخريج ماشين ريليف. سيلكت فيكتور كعادة. ريشة 8، نقول 9، طبعا إذا 10 كانت نحن عندنا 10. أوفست. خلينا نقول ريستور 18 1. كالكوليت. انتظروا ليعالج. طبعا خلص. الآن قص خارجي 18، بريشة 5، 18. كالكوليت. طبعا الآن سيميوليشن، شوف المشاكل إذا في مشاكل. طبعا خلينا نعتبر تداخل الخطوط والزوايا طبعا على الماكينة أو وقت التنفيذ. طبعا الشكل بيطلع أخف من هالدرجة هذه. طبعا ممكن نتلافها بشوية صنفرة بسيطة، الشكل بيطلع معنا جميل جدا. يعني ممكن نحن مثل زي ما دائما نعتبره الوقت هو عدونا دائما بوقت التنفيذ. شكلنا صار بهذا الشكل جميل.
وحلو، ممكن يعني الناس تعمل منه أشكال كتير. وزي ما تكلمنا عن الملاحظات، هي الزوايا اللي نحن عم دائما يعني معاناتها، بس بصنفرات بسيطة إن شاء الله يعني تتفادى. أهم شيء الجو، الموديل جميل وخفيف وتداخله حلو مع بعضه، وإن شاء الله يكون قدمنا شيء جيد الناس ممكن تستفيد منه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.